مساء الخير، مساء النور عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم هاد الشكيله من جليبات في اللون الاسود لعشاق اللون الاسود، كنتمنى انهم يعجبوكم. وما تنساوناش واحد التعليق الى عجبكم لا فيديو، واحد جيم. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. كاين جليبات لي باللون الاسود يعني مطروزين، يعني الشكيله جد راقيه وجميله جدا. كنتمنى ان تطرق الاعجاب ديالكم وخليكم مع تكمله لا فيديو حتى للاخير. وما تنساوناش بحط تعليق يكون جميل جدا، واحد جيم، وشكرا على المتابعه.